لكن يعني في الخامس من الشهر الجاري الذي نحن فيه تمت الإطاحة بيوآف جالانت وزير الدفاع، وتم تعيين إسرائيل كاتس الذي كان وزيرا للخارجية عوضا عنه. هذا الشخص الذي لم يمر على تعيينه شهر حتى الآن، كيف سيتعامل مع هذه الوقائع استنادا لرؤية حضرتك وقراءتك لعقليته حين كان وزيرا للخارجية؟ إسرائيل جاتس هو يسمونه في المجتمع الإسرائيلي الداخلي بأنه وزير الواتس أب، يعني هو ينظر إلى الواتس أب بماذا يوجهه نتنياهو فيتصرف. هو لا يملك خطة، لا يملك رؤية من أجل أن يتصرف بها. يعني نتنياهو عندما عينه وزيرا للدفاع أصبح هو الوزير الفعلي للدفاع، نتنياهو تحديدا، وبالتالي فهو لا ينظر يعني إلى هذا الوزير على أنه قادر على أن يبادر على أن يفعل شيئا. ولذلك نرى التخبط موجود داخل الحكومة الإسرائيلية ما بين وزير الخارجية ساعر وبين وزير الدفاع جاتس. وبالتالي فيعني واحد يقول أنه في اتفاق مثلا مع لبنان سأصبح قريبا جدا، الآخر يقول أننا سندخل وسنوسع ونمدد الحرب البرية في لبنان. هذه المسائل تشير إلى تخبط داخلي بين داخل الحكومة، وبالتالي أنه يعني كاتس تحديدا لا يملك مثل هذه المبادرة أو هذا المخطط أو هذا المشروع الفكر الاستراتيجي من أجل أن يقود الجيش فيه. نعم، وربما كان هذا هو السؤال التالي سيد محمد. نعم. يعني إن استطلعنا الوقائع في الداخل الإسرائيلي سوف نجد أمرا ربما هو غير معتاد. يعني هذه واقعة الآن، واقعة سرقات الأسلحة حصلت داخل قواعد تتبع للجيش الإسرائيلي، لكن سوف نجد أن من يحقق فيها الآن هي الشرطة والأمن العام وليس جهاز الأمن الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، حتى بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية. إسرائيل كاتس كان وزيرا للخارجية وكان برلمانيا دبلوماسيا، أصبح وزيرا للدفاع. جدعون ساعر الذي كان في صفوف يعني إلى حد ليس ببعيد كان يحسب على المعارضة أصبح فجأة في الليكود وأصبح وزيرا للخارجية. هذه التشابكات إلى ماذا تشير وإلى ماذا تدلل حول الداخل الإسرائيلي؟ تدلل على أن نتنياهو يريد أن يكون الحاكم المنفرد سواء ما يتعلق بوزارة الدفاع أو ما يتعلق بوزارة الخارجية. وبالتالي هو لا يعتمد إلا على اثنين، سموتريتش وبن غفير، يسيرهم ويرسم لهم الطرق التي ينبغي أن يسيروا فيها من نوع الصهيونية الدينية ومن نوع العصبية والعنصرية الإسرائيلية الصهيونية. هو يتصرف على هذا الأساس، هو لا يريد أن يكون في داخل الحكومة الإسرائيلية وزيرا يناقشه أو يخالفه في الرأي وبالتالي يطرح مشاريع جديدة. هو يريد هو أن يطرح هذه المشاريع، هو أن ينفذ رؤيته سواء بالنسبة للبنان أو لغزة أو للضفة الغربية. هذا ما يريد أن يفعله. تصور أن رئيس وزراء إسرائيل يقف في الكونغرس الأمريكي ويقول أن نحن ندافع عن أمريكا. يعني عندما يصل نحن نحارب إيران بالنيابة عن أمريكا، هذا أذكر هذا التصريح. قال نحن بالخطاب نحن ندافع عن أمريكا حرفيا. تصور يعني هذا المستوى من الانتفاخ العظمة الفارغة عند نتنياهو كيف يتحدث بهذه المسألة، وهو يعني عندما قررت الإدارة الأمريكية حجب بعض القنابل عنه يعني كان على اتصال دائم واتصال يستجدي هذه الإدارة كي ترسل له هذه الذخائر. لكن